جماعة المهرزة الساحل بإقليم الجديدة، ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ليعطي انطلاقة الأشغال لتشييد محطة تحلية مياه البحر لتغطية جهة الدار البيضاء ستات. المحطة الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية سيكون لها الإسهام الكبير لتخفيف الأزمة المائية وإيجاد أحسن الحلول للاستجابة لمتطلبات سكان يتزايد عددهم بشكل مستمر. هذا المشروع يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للقضية الاستراتيجية للماء، لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة. ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محور تطوير العرض المائي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2020، والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم. وستنجز المحطة الجديدة التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن ستات وبرشيد والبير جديد والمناطق المجاورة من خلال شطرين على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وخلال الشطر الأول الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026 ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا. محطة تحلية المياه البحر الدار البيضاء الكبرى هي محطة جد مهمة، القدرة ديالها 300 مليون متر مكعب في السنة، وهي تعتبر من أكبر 5 محطات على الصعيد العالمي وأكبر محطة في إفريقيا. بعد الإنجاز ديالها إن شاء الله هذه المحطة توفر الماء الصالح للشرب للساكنة ديال الدار البيضاء ديال برشيد وديال سطات والنواحي أيضا ديال بير جديد حد سوالم، وغادي تتمكن من توفير الماء الصالح للشرب لأكثر من 7.50 مليون ساكنة. هذا المشروع جد مهم وغادي تنتج في شطرين، الشطر الأول اللي تعطت الانطلاقة اليوم واللي غادي يكون إن شاء الله جاهز وشغال في نهاية 2026. بالنسبة لنا شرف كبير أن نكون جزءا من هذا المشروع الضخم الذي يعد واحدة من أكبر المشاريع على المستوى الدولي بما يتميز به من تجهيزات وكذا الاستدامة فيما يخص المكون المتعلق بالطاقة، وأظن أنه سيكون حلا لظاهرة ندرة المياه التي تعاني منها عدة دول حول العالم، ونتطلع إلى أن يكون هذا المشروع من بين الحلول الناجعة للتخفيف من آثار قلة الموارد المائية. ستضم محطة تحلية مياه البحر الدار البيضاء، وهي من الجيل الجديد، قناتين لجلب مياه البحر على طول 1850 مترا، وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر، ومنشآت للتناضح العكسي، ومدخات للضغط العالي، ومنشأة معالجة الأوحال، ومحطة التحكم والتدبير، ومحطات ضخ مياه البحر، وخزان المياه المحلات.